السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال على 3D تاون، تقدر تشوف المكان اللي انت عايزه، اي عمارة، وتقدر تشوفها 3D، وتقدر تعمل عليها زوم، وتقدر تعمل عليها سيلكت، فيبدأ يجيب لك كل المعلومات بتاعتها، ويجيب لك كل المزايا اللي فيها، ويقول لك اذا كان في مساحات مؤهلة اللي انت تتأجرها، او في مساحات اتباعت. ممكن تقول له انا عايز مثلا غرفة مثلا من 100 متر مثلا ل 115، فيبدأ يجيب لك الغرفتين دول مثلا، فتبدأ تعمل سيلكت وتقول له انا عايز اشوفها بقى من جوه. فتقدر تشوفها بالشكل دوت 3D، وتقدر ان انت تاخد فكرة عن شكل المبنى غير مفتوح. بعد كده لو انت عايز تبقى جوه غرفة من الغرف بالشكل دوت، مجرد كل نقطة فيهم بيوديك لمكان معين. ممكن مثلا انت عايز تدخل في الغرفة دي، فيبدأ يعمل لك عليها زوم ويدخلك جوه الغرفة دي بالشكل دوت، وتقدر تبص عليها 3D. عايز تشوف المنظر اللي هيبقى في البلكونة، فتدوس هنا يبدأ يفتح لك الفيو من البلكونة هيبقى عامل ازاي بالشكل الجميل دوت. والشكل الشقة اللي انت عايزها اهو، وشكل المبنى نفسه اهو. وممكن تضيفها للمقارنات، تمام، بحيث ان انت لو عندك اكتر من شقة تقدر ان انت تقارن بينهم بسهولة. ده المنظر بالليل.